أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القسم الرابع من كيفية حساب الخمس، وما زلنا تحت عنوان ماذا أخمس، وتكلمنا عن الشخص اللي عنده مهنة، عنده عمل، سواء كان موظف أو غير ذلك، حيث عنده مدخول من وراء هذا العمل، ومن جهة أخرى عندما حل رأس السنة الخمسية وجد عنده مالا فائضا، سواء هذا المال كان نقدا أو كان موجود في الحساب البنكي. على كل حال هو صاحب مهنة وعنده مال نقدي وفي البنك أو أحدهما. طيب، تكلمنا عن حالة ما لو كان دائنا يطالب الناس فلوس، وتكلمنا عن حالة ما لو دخل في جمعية. الآن نتكلم ما لو كان مدينا، هو مقترض في رأس السنة، صح عنده فلوس بس هذه السنة هو كان ماخذ قرض، فهو مطلوب وأيضا عنده فلوس، كيف يخمس؟ ماذا يخمس؟ شوف هذا الفرض، اقترضت من شخص في هذه السنة لمؤنتي، في نوعين من القرض، في قرض استهلاكي وفي قرض استثماري، يعني في قرض للمؤنة حق مصاريفي، سواء المصاريف هذه أكلي شربي أو المصاريف هي عبارة عن ماذا؟ أبي أشتري لي سيارة، واضح؟ يعني في شيء سيبقى مثل السيارة، أو أني قاعد أبني بيتي. وفي حالة ثانية لا، هو قرض أني باخذ هذه الفلوس، عندي مصاريف أبي أدفع الكهرباء، أبي أشتري فيهم أكل إلى آخره. وبالتالي هذا قرض استهلاكي. أكو قرض استثماري، أني أروح أخذ قرض لأني بروح أدخل بالتجارة، صحيح أنا موظف بس أبي يكون عندي بزنس موازي أيضا، يكون لي مدخول من عنده، فأروح أقترض مثلا وأشتري ذهب وأبيع ذهب وإلى آخره مثلا. أنا ما أتكلم عن القرض الاستثماري، أتكلم عن قرض استهلاكي. اقترضت من شخص في هذه السنة لمؤنتي، يعني للاستهلاك الشخصي حقي وحق أفراد عائلتي، على أن أسدد القرض على مدى سنوات. عادة الوضع عندنا الآن هكذا، قرضي على 4-5 سنوات 10 سنوات. وفي رأس السنة الأولى كان لدي مبلغ من المال، رأس السنة الأولى اللي أنا أخذت فيها القرض كان لدي مبلغ من المال أقل أو يساوي ما تبقى علي من القرض، فهل أخمسه؟ هذا المبلغ اللي عندي أقل أو يساوي الباقي علي من القرض، أخمس هذا النقد اللي عندي ولا ما أخمسه؟ وماذا لو كان ما لدي في السنة الثانية من القرض أقل أيضا مما تبقى علي من القرض؟ فتوى المشهورة المعروفة عند الفقهاء أنه تستثني في السنة اللي اقترضت فيها، تستثني الدين أو القرض، يعني تستثني ما تبقى منه عما لديك من المال فقط في السنة الأولى. في السنة الثانية انسى أنك أنت مقترض، يعني فقط في السنة اللي تقترض فيها تأخذ بعين الاعتبار أنك مقترض. يعني شنو؟ مثال، نأخذ بالمثال هو أوضح شيء. مثال، هذه الفتوى المعروفة، مثال اقترضت هذه السنة 5000 دينار لمصاريفي، شريت فيهم أكل كذا، سددت فواتير علي إلى آخره، راحت الفلوس. لكن أنا أشتغل وعندي مدخول أيضا، ويمكن من هذه الفلوس بقى شيء أيضا، وسددت منه هذه السنة من القرض 1000 دينار، كم باجي علي؟
أنا الآن في رأس السنة الخمسية شيكت في البنك مطلوب 4000 دينار بالبنك أو الشخص اللي طالبني 4000 دينار. فإذا في رأس السنة الأولى أنا مطلوب 4000، إيش كثر عندي أنا الآن فلوس نقدي؟ لما طالعت جيبي وطالعت بحسابي عندي كم؟ 500 دينار، عندي 500 بس أنا مطلوب كم؟ 4000 دينار. الفتوى المعروفة شو تقول؟ هذه السنة ما عليك خمس. ليش ما علي خمس؟ لأن اللي عندي أقل من اللي أنا مطلوب. أنا مطلوب 4000 وعندي كم؟ 500. زين صارت السنة الثانية، يوم صار رأس السنة الثانية أنا للحين ما خلصت من الدين، للحين مطلوب كم؟ مطلوب 2500. يعني خلال السنة سددت 1500، باجي علي كم؟ 2500. لكن أيضا عندي فلوس، كم عندي؟ عندي نقدي وفي البنك عندي 1000 دينار. الألف أقل من 2500، أخمس ولا ما أخمس؟ يقولون في السنة الثانية انسى القرض. شنو يعني انسى القرض؟ يعني انسى أنت مطلوب 2500، أنت بس عندك كم؟ 1000 دينار. كم خمس الألف؟ 200 دينار. طلع 200، هذا واجب عليك في السنة الثانية، وهكذا في السنة الثالثة، وهكذا في السنة الرابعة. واضح شلون؟ فبالتالي لا تراعي القرض إلا في أي سنة؟ سنة اللي أخذت فيها القرض الاستهلاكي، بس هذه السنة اللي يعطونك فيها استثناء. طيب هذه الفتوى المعروفة. الآن سؤال ذكاء لكم، في السنة الأولى بدال 500 أحط أنا 4500، عندي 4500 في السنة الأولى ومطلوب 4000، أخمس ولا ما أخمس؟ أخمس. كم أخمس؟ أخمس 500. كم أطلع الخمس؟ 100 دينار. فخمسي في السنة الأولى كم؟ 100 دينار. واضح شلون؟ تمام. إذن الحين فاهمين. السيد السيستاني رأيه مختلف، فتوى مختلفة. أنا أمس من باب التأكد أيضا راسلت المكتب ووصلني الجواب. يقول عندنا في القرض الاستهلاكي حالتين، صورتين، وضعين مختلفين. الوضع الأول أنك أنت لما تأخذ القرض في هذه السنة صرفت الفلوس استهلكت، يعني شنو؟ شريت فيهم أكل وكذا وأكلت الأكل، كان عليك شوية فواتير وكذا، سددت راحت، ما شريت فيها لا سيارة ولا شريت فيها مثلا عقار ولا مثلا بنيت فيها البيت أو شيء، لا فلوس استهلاكية وراحت. واضح؟ هذه الحالة الأولى. إذا كان الدين لمؤنة نفس السنة فلا خمس عليه في تلك السنة، وكذلك في السنة القادمة، وكذلك في السنة اللي بعدها، وهكذا. شلون نحسبها؟ يعني مو بس السنة الأولى تستثني، حتى عندك مجال السنة الثانية القرض يفيدك ان انت مطلوب، يفيدك يقلل خمسك او يلغي الخمس. واضح؟ السنة الثالثة نفس الشيء. شلون؟ ناخذ مثال حتى يتضح. اقترضت 5000 دينار لمصاريفي الشخصية هالسنة، وقلنا ايش سوينا بالفلوس هذه؟ صرفتها، راحت هالسنة. وسددت من القرض كم؟ 1000 دينار. كم مطلوب في رأس السنة الأولى لما يتخمس؟ لقيت أنا مطلوب 4000 دينار. إيش كثر عندي كاش في البنك؟ 500 دينار. علي خمس ولا ما علي؟ ما علي. ليش؟ لأن أقل من 4000، 500 أقل من 4000، فإذا ما علي شيء، صفر. في السنة الثانية رأس السنة لما انحل كان باجي علي كم؟ 2500 من القرض. كم عندي نقدي وفي البنك؟ 1000 دينار. علي خمس ولا ما علي؟ ما علي. ليش؟ لأن أقل. في السنة الثالثة لقيت أن باجي علي 1500 واللي عندي 1200،
أخمس ولا ما أخمس؟ ما أخمس. ليش ما أخمس؟ لأن ما زال اللي عندي أقل من القرض، ما تبقى من القرض. في السنة الرابعة ما علي شيء، وكان عندي 2000 دينار أخمسهم. كم خمس الألفين؟ 400 دينار. واضح شلون؟ هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية أخذت الدين شريت فيه سيارة، والسيارة تستمر معاي السنة الأولى والسنة الثانية والسنة أو حق البيت، حق بناء البيت وكذا. واضح شلون؟ شيء باقي. أما إذا كان الدين للمؤنة الفعلية اللي مستمرة، يعني كالدار يسكنها أو السيارة يستخدمها لأغراضه الخاصة مو للبزنس، مو سايق تاكسي، قاعد نتكلم عن شنو؟ أغراضه الخاصة، سيارته الشخصية، فيستثني ما لديه من القرض. هذا في السنة الأولى كما شرحنا مساعة. في السنة الثانية يستثني الموجود لديه مما لم يتم استثناؤه من القرض، وهكذا. هني شوية صارت صعبة. شلون يعني؟ ناخذ المثال حتى نسهل المسألة. اقترضت 5000 دينار للمؤنة عشان اشتري سيارة، وسددت منه هذه السنة من القرض ايش كثر؟ 1000. كم باجي علي؟ 4000. هذا في السنة الأولى أنا مطلوب 4000، وعندي كم؟ 3500. عندي فعلا الآن كم؟ 3000. بقايا رواتبي، جمعت عندي 3500، لكن أنا مطلوب كم؟ 4000. علي خمس؟ لا، صفر، ما علي شيء. ايش كثر يحق لي استثني في السنة القادمة من الفلوس اللي عندي؟ بس 500. ليش؟ 4000 ناقص 3500، كم باجي؟ يعني عندي كريدت كم؟ 500 كريدتي فقط، الكريدت كم باجي لي؟ 500 بس. في السنة الثانية لقيت عندي 1500 ومطلوب 2500. ما لي شغل بال 2500، لي شغل بالكريدت اللي هو كم كان؟ 500. يعني أنقص من ال 1500 كم؟ 500 دينار. فخمس كم أطلع؟ 5000. 5000 كم؟ 200 دينار. فتكليفي في السنة الثانية أطلع كم؟ 200 دينار. هذه فتوى سيد السيستاني حسب ما وصلني من الاستفتاء بالأمس. وبالتالي يكون يعني تكون الفتوى عند السيد السيستاني مختلفة عن الفتوى المعروفة، مثلا فتوى السيد فضل الله، سيد الخوئي، سيد الخامنئي، بالطريقة الأولى اللي قلناها أن فقط في السنة الأولى تستثني الدين، في السنوات الثانية انسى أن أنت مطلوب، ما لنا شغل. سيد سيستاني لا، يعطي مجال بالطريقة اللي شرحناها، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.